اليوم العالمي للمرأة هو اليوم الذي يتم فيه تسليط الضوء على الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء في دول العالم المختلفة، وتم اختيار هذا اليوم على إثر بعض الإضرابات التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1856 عندما خرجت الآلاف من النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف الإنسانية التي كنا يجبرن على العمل تحتها. فالمرأة لها دور كبير في مجتمعاتنا، فالمرأة أصبحت الآن شريكا مساويا للرجل. ففي مصر رغم تأثر المرأة المصرية بالأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، إلا أن مشاركتها في الحياة السياسية كانت واضحة وفعالة، حيث ظهر الحضور النسائي بكثرة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وفي الانتخابات كانت حاضرة وبقوة. وكان المشهد الأبرز خروج المرأة بكثافة للتصويت على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية. فالمرأة بالرغم مما تقوم به من مجهودات، إلا أن حقوقها ما زالت مهدورة إلى وقتنا الحالي، وما زالت تعاني من قصور المجتمع تجاهها. فالمرأة الآن أصبحت لا تعاني فقط من إهمال لدورها، ولكن تعددت المشاكل التي تواجهها، والتي كان من بينها العنف المرتكب ضدها والمتمثل في الاغتصاب والتحرش. فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة التي قال عنها الفلاسفة والعظماء أن ابتسامتها تدفعني لأعبر المحيطات وأتسلق الجبال. فالمرأة أنشودة الرجل بمهارتها، فنبلها موضع اعتمادها، وعذوبتها مستودع تعزيتها، وبسمتها مكافأة أتعابها. إسراء سعد، الحياة اليوم.